سمير جعجع سكر كل هذه الطرقات، ليش ما بتكون تقعدوا مع شبران باسيل؟ أولا يعني نحن ما عم نحكي عن مسألة إلى 30 سنة ولا لازم نشوف كيف نرجع نفتحها مثل ما صار بين 2015 و2016. نحن في أزمة ثقة كبيرة وواسعة هي وصارت مبارح، يعني مش أنه صارت من 10 سنين، صارت مبارح. أول شيء أنت أمام أزمة ثقة من هذا النوع ومن هذا القبيل، وأزمة ثقة ضربت كل هذا الواقع البلد وهذا الانهيار وصلتك لمطرح ما وصلتي له، وصار في نكس لكل الوعود ولا اتفاق مكتوب ولا أمور أعلنت. ما فيك ترجعي بلحظة من اللحظات لأنه في فريق سياسي قرر يترك حليفه السابق لخلفية سلطوية ويجي حتى يقدر يشوف حليف تاني أو يشوف تقاطع آخر تيقعد هوية. المسألة ما بتصير بهالسهولة. الأمر الثاني لأنه كمان نحن معتبرين أنه المشكلة منا مشكلة مسيحيين، المشكلة الفعلية هي مع حزب الله. الأمر الثالث شفت لو طلع النائب باسيل وقال نحن وصلنا لقناعة بعد كل هذه التجربة أنه المشكلة في لبنان منذ العام 2005 هي مشكلة سلاح حزب الله، ولا يمكن قيام دولة إلا من خلال نزع هذا السلاح أو تسليم حزب الله سلاح للدولة. هيدا ما رح تسمعها من شبران باسيل. ساعتها ممكن تفكري بقاعدة لأنه بتكون تغيرت المقاربة من مقاربة سلطوية لمقاربة مبدئية. ونقطة أخيرة بهذا المحل، طب نحن مين بقلنا أستاذي سمر أنه النائب جبران باسيل ما بده من خلال هذا اللقاء يبعث رسالة من خلال لقائنا؟ يعني استعملنا نحن كصندوق بريد تقلوا لسيد نصر الله وعد تفتكر أنا ما عندي خيارات أخرى؟ أنا عندي خيارات تانية. بتقولي أنا رجعت على تفاهم مسيحي بس مش تحت كل الناس عم تبعت، كل الناس عم تبعت رسائل من صندوقكم. إذا أنتم خايفين إنه جبران باسيل يبعت هذه الرسالة من صندوقكم لحزب الله ويقول لهم عندكم خيارات، حتى حزب الله عم يبعت رسالة من صندوقكم لما بيقول إنه شو اللي بأكد لكم إنه عندما تريد السعودية ما بينزل سمير جعجع بأمن نصاب ل 65 مش هي حرجع لها. يعني هيدي كمان لا 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 صندوق بريد. لا لا أرجع لها ما تقلك، يعني عندها رد واضح. بس خليني كان فيلك بموضوع نائب باسيل. نائب باسيل يعني بده يستخدم يوظف لقائه معنا حتى يحسن شروطه الرئاسية مع سيد نصر الله، تقول له أنا عندي إمكانية حركة أوسع من النائب السابق فرنجي، أنا عندي تمثيل داخل البيئة من أدارية أكثر، أنا إذا أنت ما رحت باتجاه اعتمادي أنا راي على خيارات قصوية بالمحل الآخر ولذلك اعتمدني. لو نتيجة كل هالأمور والعوامل من أزمة ثقة لعدم ترك الخيار المبدأ الأساسي وصولا لتوظيفه المسألة الرئاسية لحساباته الشخصية. طيب هيدا مجرد تحليل أو مجرد خلاصة وصلت لها، بس يمكن الوضع غير هيك. خلاصة شو؟ تقعد معه تتعرف شو بدك. الخلاصة شو؟ الخلاصة هو إذا بدك شقين، الشق الأول لو هو جدي بموضوع الذهاب إلى خيار رئاسي فعلي وحقيقي ومش أولويته يشوف كيف أنه هو منه قادر يوصل وما بده يوصل إسلامين فرنجية، بده يوصل حدا من قلب بيئته تيضل ممسك إذا بدك بالمفاصل السلطوية اللي هو أخدها، ويكون جايب حدا بس بالشكل بس بالمضمون والجوهر يكون ممسوك من عنده مش ممسوك من قبل مش موجود بأسرب عبده. هو يفترض فيه يقول انه انا خيب روح على خيار رئاسي لانه هو بالاخر عمل كل هذا الخطا. أوكي. وهو عمل كل هالمسار التراجعي وهو عنده مشكله مع سيد حسن نصر الله، يطلع يقول انا بايد اي مرشح بتفق عليه المعارضه ما بدها شيء. ليش يعني بده ايد مرشح تتفق عليه المعارضه؟ ليه يعني ليش انتم كمان ما بتقعدوا بتبحثوا معه بالاسماء اللي هو حاططها؟ ليش هو مثلا بده يروح يأيد ميشيل معوض او يأيد شخص ثاني؟ ناقشوا انتم اياه؟ راح عند النائب جنبلاط أو النائب جبلات شافوا والتقوا مع بعضهم. صحيح. يعني لو عنده خيارات بديلة جدية كان في حط استعرض، وبالتالي لا سيد نصر الله أمام اللقاءات اللي عملها مع وفود حزب الله نائب سابق جملات بده يغير عن دعمه للنائب السابق إسلامية فرنجية، بالعكس ما زال عم بيأكد إن كان السيد نصر الله بموقفه الأخير وإن كان الحاج محمد رعد وكل مسؤولين حزب الله هذا الخيار نحن رايحين على إعلانه وتسويقه بمرحلة مقبلة وما في بلان بي. وبنفس الوقت نائب باسيل بعد لغاية اللحظة لم يجرؤ على إنه إذا بدي يكون وين صار وبأي موقع، قال له لا لسيد نصر الله بموضوع النائب فرنجي بس ما قال ايه لمرشح اخر. ليش ما قال ايه لمرشح اخر؟ بعده خايف يعني يخطي هذه الخطوه. ليه بده يخاف يخطي هذه الخطوه ما دام اتخذ القرار بفك الارتباط مع حزب الله وعم يعمل حركته هو القائمه بغض النظر اذا عم تكون بنتيجه ولا مش بنتيجه، بس عنده حلقه مفقوده اساسيه هي القوات اللبنانيه. يؤيد يعني من بعد كل هذا المسار هو اليوم يعني بفهم انه كلنا سوا بحق، يعني نحن مستفيدين
من النائب فرنجي من مستفيدين من النائب جبران باسيل بالحقول دون حسب وصول النائب السابق فرنجي ومستفيدين وبش كان سليمان فرنجي أبدا كشخص كله أخلاق الرجل يعني بطريقة طاعته عندي خصومة شريفة بالسياسة بس عم نحكي كمشروع حزب الله ما يوصل على رئاسة الجمهورية وبنفس الوقت قادرة تتقاطع بشكل غير مباشر مع النائب باسيل تتبني على جلسة تشريعية وهذا شيء جيد بس ولكن التقاطع غير المباشر شيء والتقاطع المباشر اللي له مستلزمات أخرى شيء تاني مثل ما قلتي نحن مش كاريتاس هو كمان إذا بده يجي هو كمان منه كاريتاس لأنه أولويته رئاسة الجمهورية هو بهذا التموضع من بعد ما وصلت الجمهورية له ما بحق له صراحة يكون عنده أي شروط بهذا المكان غير أنه إذا هو بده يوصل رسالة للحزب بيقدر يوصلها أنه يتقاطع يقول أنا عندي ثلاث مرشحين وقال الدكتور جعجع كان واضح احنا ما عندنا عقدة حدا اذا طلع قال نائب باسيل انه سمى شخصية معينة او رشع شخصية معينة وشفنا بهذه الشخصية في المواصفات الاصلاحية والسيدية ما عندنا عقدة نمشي فيها